بعد ما تقطعت كامل السبل باش نكملوا نقراو الطلبة حضوريا، وبعد ما داروا الحجر الصحي في البليدة، حجر تام في البيوت لمدة 10 أيام، كان لازم نبدأ نقري في الطلبة تاعي. لذلك خيرت نقريهم أونلاين، وخيرت اليوتيوب كمنصة تعليمية. طلبنا الأعزاء بديت نقري في الطلبة تاع الحضوري، لكن الفكرة توسعت وزاد عدد المتابعين. وصلنا لأكثر من 6 مليون مشاهدة مع أكثر من 100,000 متابع. استمرينا في النشر لحوالي 7 أشهر دون انقطاع. كانت نتائج رهيبة رغم الوباء. وصلتني العديد من الرسائل، طلبة يشكروا فيا والدين يدعوا لي. أفضل أستاذ بشهادة الجامعة. قريت عندك من اليوتيوب وتحصلت على 13 سنة. هذه هي الحاجة اللي خلتني نفرح بزاف هذه الخدمة وخلتني نتعلق بها أكثر وأكثر. بعد بكالوريا 2020 أصبح تواجد الأستاذ شاوش في الأونلاين مطلب من طرف جميع الطلبة، ووفاء لوعدنا باش ما نخلوهمش. لذلك طورنا طريق التدريس ورحنا اعتمدنا على طرق أكثر حداثة، واللي هي عن طريق تطبيق زوم، ونلتحق بنا أكثر من 7,000 تلميذ خلال ال4 سنوات اللي بعدها. الاحترام أقرهنا لكم، حبيت تولي طبيب. لكن لأسباب خاصة وكثرة الارتباطات تراجع نشرنا في اليوتيوب تدريجيا، حيث أصبح في السنة الأخيرة شبه منعدم.